قنص في شوارع نابلس وعملية اغتيال جديدة ينفذها الجيش الإسرائيلي، قصف جوي في طول كرم وجرافات تهدم المنازل، وفي جنين يتصدى مقاتلون لتوغل إسرائيلي جديد. هي المشاهد ذاتها في غزة تتكرر في الضفة الغربية، ولكن بلا حرب معلنة. الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 500 فلسطيني في الأشهر الثمانية الماضية في قرى ومدن الضفة الغربية، آخرهم صبيان من مخيم عقبة جبر في أريحة، ألقيا الحجارة على معسكر إسرائيلي فقوبلوا بقوة مميتة، ما جعل الأمم المتحدة تصدر بيانا تدعو فيه للمساءلة. يجدد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك اليوم دعواته لوضع حد للارتفاع الحاد في أعمال العنف المميتة في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر، ويحث على المساءلة عن مقتل أكثر من 500 فلسطيني على يد قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين. تسعى السلطة الفلسطينية لإدراج الضفة الغربية ضمن أي حلول سياسية أو مبادرات تهدئة تخص غزة، وعلى عكس ذلك تماماً ترى الحكومة الإسرائيلية أن مدن وقرى الضفة الغربية يجب أن تبقى ضمن سيطرة أمنية إسرائيلية شاملة. ويفصح وزراء في حكومة نتنياهو عن أطماعهم السيادية والاستيطانية علناً في الضفة الغربية. إن خليلت هيك المدينة فلسطينية، ما حدث في 7 أكتوبر يمكن أن يحدث هنا أيضاً. هذا لن يكون ولن يحدث. سنضرب الإرهاب، سنواصل السيطرة على يهود والسامرة، لأن هذا هو الحاجز الأمني للمستوطنات هنا في منطقة التماس وللمدن الكبرى الواقعة غرباً داخل دولة إسرائيل. تخشى القيادة الفلسطينية أن يقايض نتنياهو وزيريه سموتريتش ومنغفير السكوت عن اتفاق التهدئة في غزة مقابل إطلاق اليد في الضفة الغربية، ما يحقق طموح المستوطنين ويدمر أمال الفلسطينيين.